ندور على شخص فيه صفة انه مستحيل قد ما قلل من قيمة ناس كثير في حياته عندكم بيجي بوقف بيعمل ستوب. انا ما بقدر اقلل من قيمة هذا الانسان على تحت اي ظرف من الظروف في هاي الدنيا. اختاروا هذا الشخص جدا منيح لسبب معين. هذا الشخص يلي بيحترمك بظهرك وبوجودك، شخص يؤمن، هاي اول شيء، شخص ينوثق فيه، وشخص يعتبر سند. دوروا على الشخص يلي مستحيل يغلط بحقكم، يلي برفع من مقامكم مش بيقلل من مقامكم، مش بمسخركم، مش بضحك الناس عليكم. هاي الناس تغلطوها بحياتكم كليا، لانه هاي ناس فارغة. لازم تتعودوا انكم انتوا تصنفوا ايش هي الناس اللي بحياتكم، وتصنفوا الوقت يلي رح ياخدوه من حياتكم على اساس هذا الحياة.